السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة وطالعة على مدينة كوبلينز. مدينة كوبلينز تبعد عن مدينة بون باد جودسبرغ حوالي 55 كيلو، أي حوالي 50 دقيقة بالسيارة. لذلك اليوم قررت أروح إلى كوبلينز وأخذ أو أتسوق هناك وأوريكم بعض الأشياء اللي بزورها هناك. طبعا أنا بروح محل واحد فقط بندخله ونشوف الأشياء الموجودة هناك، لأني فعلا رايحة علشان هذا المحل بالذات، فقلت خليني أخذكم معاي وتشوفون الأشياء الموجودة في هذا المحل. طبعا أول ما تمرون على المناطق اللي بتودي إلى كوبلينز، يعني ما بين كوبلينز وبون باد جودسبرغ، مناطق جدا جميلة، خاصة إنها واقعة على نهر الراين مثل ريماغن، جدا المناظر فيها روعة، وانتو تمشون بالسيارة تشوفون كل شيء جميل حواليكم. والآن خلونا ندخل المحل اللي أنا رحته بالذات. طبعا هذا المحل هو اسمه تي كي ماكس. هذا المحل يجيب أشياء جدا راقية وماركات، ولكن بأسعار رخيصة، يعني حوالي 50% تخفيض، 70% أحيانا، يعني تصل أحيانا إلى 70%. طبعا بشوفوا هذه الساعات تجنن، خاصة هذه الماركة جوسي كتور، من ماركة جوسي كتور جدا عجبتني. شوفوا جديد ساعات جايبينها حلوة، كمان جايبين اكسسوارات راقية وحلوة. خلوكم معي وشوفوا بالضبط وشوفوا كيف الحلاوة، ما شاء الله. يعني اكسسوارات اللي يبغى هدايا، اللي تبغى مثلا هدية لأحد، تبغى لنفسها، فعلا إذا تبون اكسسوارات، اكسسوارات روعة في تي كي ماكس. خلوكم معاي ووريكم الشنط كمان في المحل برضه. شوفوا هذه الشنطة جدا حلوة من بولو، وقيمتها 25 يورو. كمان هذه الشنط برضو حلوة، هذه كمان من موشين برضو، بس قيمتها هذه 80 يورو، طبعا شوية غالية. طبعا زي ما قلت لكم أنا الشنط ماركات والأشياء كمان ماركات. هذا مثلا جدا حلو، شوفوا كيف، هذه إساور، وهذه كمان إسورة من نفس الشكل. شوف قيمتها كم، قيمتها تقريبا 20 يورو، هذه الاسورة قيمتها 20 يورو. طبعا في كمان حلق في حق الاطفال، هذه من 6 يورو حق الاطفال. هذين الاساور حق البنات حلوين. شوفوا هذا الحلق كمان حلو على شكل فراشات برضو حلو، شوفوا كيف، هذه حلق بس عن جد حلوين، جدا حلوين. هذه أساور كمان، شوفوا برضو حلوين على شكل قلوب، وبعض هذه الأساور كمان موجودة بالإضافة للأساور العادية. كمان هنا برضو موجودة بعض الحلق، ممكن تشوفوا أنواع وأشكال. اليوم بس أنا بوريكم الإكسسوارات أو منطقة الإكسسوارات في المحل حق تيكي ماكس، لأني بعد كده هذه كمان الشنط. طبعا هذا البوتماني اللي هي الشنطة الصغيرة، الشنطة الصغيرة اليدوية. طبعا بعد كده بروح أسوي الغداء وخلوكم معاي. أول شي بعمل ناوية لحم، اليوم قررت أعمل لحم، وبما أنه اليوم روحت بعد التسوق فعملت صانونة بامية باللحم. أول شي حطيت البصل على الزيت وبدأت أحرك فيه وخليته إلى أن يذبل. وأول ما حسيت أن البصل بدأ يذبل حطيت عليه البهارات الصحيحة اللي هي القرفة والهيل وشوية قرنفل، وبعد كذا حطيت عليه اللحمة، وبعد كذا حركته وغطيته. وأول ما حسيت إنه استوى بعد تقريبا ربع ساعة فتحت الغطاء وشفت، شوفوا كيف بدأ استوى،
صار مستوي، مش مستوي كامل بس مستوي. على طول حطيت عليه الطماطم الحبوب، وبعد 5 دقائق تقريبا لما استوت الطماطم فكيت، شوفوا كيف استوت الطماطم وصارت مستوية مع اللحم. وبعدها حطيت عليها الثوم اللي كنت قد فرمته من قبل تقريبا فصين ثومة. وبعد ما حطيت الثومة وقلبت عليها، حطيت عليها كمان فلفل هرري، فلفل أحمر هرري حطيت عليه، لأنه ما عنديش بسباس أحمر عدني، رجعت حطيت لها الفلفل الهرري. وطبعا كمان ما نسيتش أحط لها الحوايج اللحم اللي هي ضرورية في الصانونة. حطيت ملعقة حوايج لحم وبدأت أقلب عليهم إلى أن بدأوا تحمروا تمام، لأن التقليب مهم بصراحة. وبعد كذا حطيت معجون الطماطم وبدأت بالتحريك المستمر إلين تتحمر الطماطم كويس. كل ما تحمرت الطماطم أو معجون الطماطم كل ما تحمر كل ما كانت الصنونة لذيذة. وبعد ما حمرت الطماطم حطيت لها شوية كركم علشان تعطي لون حلو للصانونة. وبعد ما قلبتها كثير حطيت عليها تقريبا كاسة ونصف ماء، أو تقريبا كاسة على حسب ما تشوفون أنتوا حقكم المرقة، يعني إذا كانت تبغونها أكثر أو شوي مثل ما تحبون طبعا بالنسبة للماء. وبدأت أقلب عليها وغطيتها. وبعد كذا جبت كيسة من البامية المجمدة، طبعا اشتريتها من السوبر ماركت العرب، عند العرب تحصلونها هذه البامية، اشتريتها مجمدة فأخذت تقريبا نصفها وبدأت أغسله. غسلت النصف وحطيته فوق الصانونة. وبعد ما حطيت البامية كمان حطيت عليها الكبزرة وغطيتهم. وآخر شيء أحطه الملح، علشان اللحم يستوي لازم نحط الملح في الأخير. والآن بغرف الغداء، وتعالوا شوفوا الصانونة كيف طلعت. شوفوا هذه صانونتي الغداء اليوم كيف صارت، عن جد ريحتها روعة وتجنن. وطبعا ممكن تاكلونها مع رز، ممكن تاكلونها مع خبز، ممكن تاكلونها كمان مع روتي. واليوم بما أني كنت في الخارج عملت لي مع روتي، وكمان عملت سلطة عبارة عن خس وقرقير. وبالعافية علي وعليكم، وإن شاء الله تكون عجبكم الفيديو هذا. وفي الأخير استودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو، وشيروه مع الأصدقاء وقولوا لي رأيكم بالتعليقات. طبعا اللحم مثل ما تشوفون وريلكم يا ترى صار مستوي جدا. خلونا نطعمه بس، شوفوا من الريحة ما شاء الله. يا سلام يا سلام، شوفوا اللحم كيف مستوي، شوفوا كيف، شوفوا ناضج، يا سلام عليه. خلونا كمان بنطعم البامية ونشوف كيف استوت، ولو انه بصراحة انا احب البامية الفريش، بس اليوم لاني رحت السوق مستعجلة فعملت البامية المجمدة اللي كانت موجودة معي في البيت. وهذه البامية شوفوا كيف ما شاء الله، شوفوا لذيذة. هذا في الأخير استودعكم الله وأقول لكم تشوس.